إسراء، موضة الجامب سوت منتشرة في الوقت الحالي، هل هي بتليق على جسم معين ولا أي ممكن أي سيدة عربية تلبسها؟ لا أكيد مش أي سيدة عربية تلبسه، لأن الجامب سوت أنواع، يعني في جامب سوت بانتالون، في جامب سوت شورت، في جامب سوت ممكن يتعمل منه بفستان في نفس الوقت، هو جامب سوت وفستان، فبيكون عايز الجسم يعني ما يكونش جسم مليان قوي وما يكونش جسم برضو رفيع قوي يعني، بس بيبقى أحسن يعني على الجسم الوسط يعني بيبقى حلو. أوجه للمرأة العربية إن هي اليوم لما تحب تلبس جامب سوت ما تفكرش إنها تلبس جامب سوت من الساتان، لأن الساتان من القماش الأكتر قماشة بتبين الديفو بتاع الجسم، فممكن مثلا بيكون الكراب، ممكن يكون البروكار، الحاجات المشغولة دي حاجات بتداري لعيوب الجسم وبتبقى حلوة في الجامب سوت.